هادي واحد العامين قال اودي العود ما العود خصنا غير هني خليوني ندير انا شويه المكالمه للجمهور. صاروا الجديدة كان من الثلاثة الأولين كان ممتاز. هاد الموروث هذا خلوه لنا والدنا راحنا متبعينه. فهمت راه قديم هادشي هذا راه ما نعقلوش أنايا. هادشي راه بكري. فهمت؟ أنا راه زيادة 61 فهمت؟ ملي كانت عندي 7 سنين صبت با عنده العود. يعني هاد الوراثة هادي هاد الخيل هادي راه قديمة. إوا بقات من جيل لجيل ها أنت تشوف فين وصلت راه ما كانتش هاك. العود ديال المغرب كان عندي عود أحسن عود. وهنا في الإذاعة ذكروه قال العود ماشي ديال فراجي. العود ماشي ديال فراجي. قال لمنو قال ديال المغرب. هذا ماشي ديالو هذا العود هذا ديال المغرب كامل هذا العود. كاين الجمهور هنا كاين 14000 اللي كتفرج في ذاك العود 14000 اللي كتفرج ذاك العود كتجي لدار السلام. هادي واحد العامين قال اودي العود ما خصنا غير عرب بار وخصنا العود كذا هادي بحال اللي العود ما بقاش يلعب وتمحنت هاد العام باش دخلت ركبت على 10 الخيل واحد ما جانيش في بلاصه هذاك واحد ما جانيش في بلاصه هذاك راني داخل دابا لدار السلام وتالف وباقي عندي باقي ياكل ويشرب مداوي وراني ممحن راني ممحن وشرفت يخليوني تنموت ناويه هني راه عندكم الجمهور ديالكم ما تنخلعوش الجمهور راه كاين الجمهور راه كاين هني خليوني ندير انا شويه المكالمه للجمهور انتم زقيو راسكم بسم الله هني دخل خرج فلان خليوني نسميكم بالواحد سيري واحد نسميه من راس للراس باش تعرفوني ما مخلوعش انا راني مخلوع دابا ولكن دخل المحرك راه واحد اخر معاك واحد اخر الخلعه راه ما كايناش عندي فيها يعني. كي ندخل نسميك انت بالسميه ديالك انت وانت 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 باش تعرفني من اللي راه معاك مقدم ديال بصح ونطلبوا السلامه جمعوا راسكم ضربوا البارود شدوا المكاحل صنطوا الاب الفقيه كيقول الله اكبر كتصنط له باش تدخل الجامع هكا كان كنسمي لك بسم الله كذا المكاحل فين غاديين مكاحل رفدوه اب ماشي يشد العود صنطوا الاب الا ما كانتش اب يخرج شي واحد جامي اللي هو زعيم يطلع مقدم ونسلم له وركب حداه ونضرب البارود معاك ونسلط لك على اب وسمعتوا ولا ما سمعتوا والله يرضي عليكم هلا عليك